هذا الفراجو بالالوان كامل 5 درهم واحد الهوته دايراها في هذه يلا ارنا الهوته انت في الفونديشن كامله هاد لابارتي كل اللي جات هنا هوته هادو ديال تركيا الثمن ديالهم اليوم غيبقى 40 درهم هزي اللي بغيتي شوف الماركه اللي بغيتي شوف كاينه ديال الكولون كاينين بزاف شوف المهم هنا هوته اللي جات تقدا واصل القلمات فين كاين الهوته حتى هما هوته هادو هزي اللي بغيتي فيهم ديال العين دابا باش تعرفين فيهم ديال الكحل فيهم اي حاجه فيهم كاع شي ماركات كاع اللي جات تمشي وروحي على الشري 10 دراهم يلا اختي يلا البنات 10 دراهم وكان في هادو شوفي 10 دراهم كونسيلان ديال اللي كيجي تحت العينين 10 دراهم 10 دراهم هذا تا البينو 10 دراهم 10 دراهم هادو الهوته بقاو ديما في ليكيداسيون الهوته هادو شحال هادو 25 درهم 25 درهم شوفي الهوته شوف راه انت كنقول لك هادو تما 25 درهم هادو كلهم لي ماركات باش عارفي هادو كل ماركه كلهم ماشي 25 درهم يعني هاد لابارتي هادي وهادي اللي دخلت مرحبا بها كي جات عندي شوف هاد الكونسيلين عرفتي راه ماركه هذا شوفي هذا شحال درت ليه 20 درهم كونسيلر شوفي 10 دراهم اختي جميله لا كره يلا كره اللي خدا اللي بغات شي حاجه 15 درهم الكره غزالين هادو هانتي 30 درهم اييه هانتي 20 درهم 10 دراهم 20 درهم 10 دراهم زيد غادي نبداو اذا بتشوف الطرق ديالنا هذه هي قصر البانوراما على يدنا اليمين هنا انا خرجت وغادي نمشي يعني غادي نمشي للضرب غلف دونك غادي ندوز على هذا شارع ابو بكر القادري وهنا غادي نوصلكم حتى للرومبان المعروف رومبان المستقبل دونك نتوما اللي غتكونوا جايين غاتجيو من الطريق الاخرى ايوا هذا الشيء اللي كاين انا خرجت عاد تفكرت التصوير يلا راك بدات ديالي مرحبا بكم نعاود دونك الباب الناس اي ما دخلتو غادي تلقاو لا بوتيك ديال خديجه شوب نتمنى ما تنساونيش دائما من لايك والبارطاج نموت عليكم فرجه ممتعه السلام عليكم حبوباتي الغاليات مشتركات وكذلك مشتركي قناه جميله اونلاين مرحبا بكم كاملين معايا مره ثانيه في قصريه بانوراما هاد المره البنات ديتكم عند خديجه شوب المحل ديال المكياج اللي كيقدم لكم اروع موديلات اولا تشكيلات في الحوايج البنات كاين واحد ليكيداسيون غزاله اليوم انا باغاتي وكذلك في الملابس الداخليه في النضيدرات في لي بارفان في لي ساك البنات اللي فيهم حتى ثمن زوين وديال الاسبان وكذلك في المكياج الروايح كاع اللي بغيتيها غادي تلقايها اليوم عند اختي خديجه الو خديجه يلاه حلات المحل داكشي باش بغيتكم تشجعوها وجيو عندها مرحبا بكم دايره لكم كود جميله ودايره لكم اثمنه البنات عمركم ما شفتوها فمرحبا بكم معايا كاملين سالي الاذان غادي نبداو اختي نبداو اليوم بلي كلاص ولا بلي بارفان ولا بلي ماسكارا ولا الاقلام ولا المهم تبارك الله كلشي كاين مرحبا اختي جميله الله يبارك فيك ومرحبا بالمتابعين ديالي الله يطول عمرك وتبارك الله عليك المحل ما شاء الله غزال وكلشي منظم كلشي كاين اللي بغى شي حاجه مرحبا دونك باش نذكركم البنات خديجه تبارك الله كتمشي لاسبان وكتجيب سلعه بيدياتها بيدياتها ان شاء الله قريبا هي جايه دابا راه جايبه السلعه واعره دونك هادو البنات قلتي لي اللي دخلت كتقدا ومع انا ما دايره لا اشعار لا والو ما شاء الله ما عندها حتى شي باج ولكن من دابا ان شاء الله غادي تحط لكم وسلعه اللي جات قالت لي تجيب اختها وتجيب عائلتها وتجيب صحاباتها غادي نبداو اليوم بهذا لو كود كور ديالنا هذا فنين هذا شوفوا شوفوا اليدين حيت درنا واحد تيك توك تيك توك هادو كيبقاو في اليدين هادو عكوره هادو بعائلتك صغيورين عكيكرات والله الا صغيورين ولكن كيبقاو مده 48 ساعه كيبقى 48 ساعه في الفم ها هو استرنت هو هذا شوفوا ليا الثمن ديالو هذا 40 درهم المتابعين ديالك عوض 60 درهم 40 درهم دونك نورمالمون كتبيعو ب 12 ميغ غتخلي لكم غير ب 800 دريال البنات وفيه لوينات كاملين ومازال داخلين جايبين حتى شفت منهم داو منهم الناس بزاف شحال كاين هادو حتى هما ديال ليسبان فراجو فراجو هادو كيبقاو مدة 24 ساعة فيهم كاع اللوينات شوفي هاد لاكولور كي داير شوفي هذا كي دايرين هادو كلهم الماركات ديال ليسبان هاي البنات لا مارك راه تيقراو البنات مارك ودائما خديجه عندها ديال المغرب وعندها ديال اسبان نوصل ديال لوكال نقول لكم لوكال عندها هادو الثمن ديالهم داري ليهم 40 درهم 800 درهم انا كيعجبني يتخلط واحد جوج هذا كيوت هذا خطير هذا غزال هذا فراج وفيه لي كولور زويون وكيبقاو كيبقى كيبقى 24 ساعه حيت بعض الناس كديري فراجو كتخرجي ترجلي ما كيبقاش هذا دايره ليه برومو بمناسبه الافتتاح ديال 11 يلاه ما يلاه حليت انا ماشي بزاف ومناسبه الافتتاح ديال المتابعين ديالك هذا خليته ب 40 درهم 40 درهم اللي بغات تبدا تخلطهم تدوزي شويه تخفيفه في 70 درهم 40 درهم الله يعطيك الصحه مرحبا غادي نبقاو دائما غاديين بالتتابع هادو دي كلوس خطيرين هادو غزالين صاحبتي شوف
صاحبتي وهي صاحبتي. شوفوا على البريونس هذه تقولي بحال فيه بحال فيهم الهايلايت. شوفوا هادشي راه غزال 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 بزاف روعه فن وفيهم اللوينات كاملين. شوفوا كاع اللوينات هذا الثمن ديالهم هذا 40 درهم 40 درهم. شوفوا الناس كي كيخلي المتابعين ديالك هما راه كيديروا اكثر حيتاش بهذا الماركو بهذه الجوده هذه اللي غزالين اختي جميله. البنات اللي بغات قلتي لي الفرق بين اللي كنديروا ديما داك ديال 5 دراهم شكون ب 5 دراهم هذا البنات هذا كيزرق الفم كيسدير لك التشققات في الفم وكتخرجي ودخلي وانت خارجه فمك تبارك الله بنيه زوينه كديري هكا ديال 5 دراهم لا علاقه. هذا انا بعدا كاين عوات في بلايص اخرى تقدري تجي ليه بزباله فلوس هذا بعدا كاين غاليين. هادو شوفوا الماركه ديال برا راه زوينين هانتوما البنات. شوفي غير عجبتني الكاليتي ديالها شوفي الكولور اللي فيها فن وهذا كيبقى 24 ساعه 24 ساعه حتى 48 ساعه. يلا هذا بحال دوك العقوره ديال الزمان عقدته ولكن كاليتي كاليتي هذا والله تدير لي احسن ثمن اختي جميله. شوفوا يا خطير خطير. شوفوا لي كولور اللي كيعجبو هذيك الزوجه فيهم كاع لي كولور دوينه كلها كاينه. هذا دار لي 40 درهم 800 درهم 800 درهم نترجم لكم بالريال. ها هو هذا محبوبي انا عشقته عشقته لا ولكن هو كيوت خطير. هذا راه قلم البنات ديال العينين هذا ديال العينين هذا عرفتي شوف بغيتي ترقيه بغيتي تغلضيه هذا كحل. شوفوا كي داير هذا ومام طوب ريسيل. يلا اختي انت اختي ريسيل صافي تكيسي هذيك الدروسه اختي انت هز جوج في واحد هزا هذا ها هي لا مارك ديالو البنات والثمن ديالو 40 درهم 40 درهم 40 درهم عوض 60 درهم دائما ناقص لكم 20 30 درهم. العكوره اختي جميله هادو الخطيرين تاعو ماشي العكوره كي دايرين هادو هادو تنوصلوا لهم فيهم كاع اللي كولور هذا التيستر كاين فيها. شوفي اختي زعما ديري وعارفه راسك شنو دايره البنات هذا تا 24 ساعه تا 24 ساعه هذا 35 درهم المتابعين ديالك عوض 50 درهم 35 يلا ناقص 15 درهم. انت شوفي هذا العجيب هذا كيس هذا ما يمكنش راه باقي الا كنتي باقي والله باقي لي فوزي ما كيحيدش هذا 24 ساعه غير نقطه هايلايت دابا مسحت انا من الفوق العريسات البنات اللي كيتعرضوا ديري العنقه كديري الصدرك هاد لاطاحتي صحابات الصالونات تما كل هذا دار لي برو ودرواره دار لي 40 دار لي 80 درهم 80 درهم لي باليت على الديوارين. هادشي البنات راه كتمشي تختاروا بيديها نختاروا بيدي كتجي فوالا. شوفوا لي كولور اللي فيها هادي شحال دايره دايره لها اختي واحد الثمن لا يعقل ممكنش دايره ليها 60 درهم 1200 ريال نيود هادي فيها عندي شكيلات فيها اللينات فيها شكيلات لي جلوس هادي اللي كاينين خو دايرين فيه دايرين فيه برومو هادي جايبهم من اللي هادو هادو تما ديال ديال هي راه تباع هذا يوم واحد الثمن غزال دايره لي 35 درهم راه بيكون شويه ولكن تيحرقك شويه حيت كان الاذان وقفنا هذا البنات راه بيكون تيدير شويه ولكن تيعطيك لي في بحال درتي دراسات هذا بحال بوتوكس طبيعي هذا الله يهلا بوتوكس البنات هذا هذا انت شوف شوف البنات هذا الثمن ديالو خطير هذا درت ليه ثمن روعه 40 درهم يعني العاد فاش غادي ديري البرا ما بقاتش دابا كتشري كلوس قسما بالله هذا راه جايباه من لي وماركز وي 150 درهم كيديروا 150 درهم انا دايره ليه 40 درهم. وشوفوا لي البنات 24 ساعه يبقى في مكه بحال الا خرجتي من الصالون المريه تاعو جايباه تاعو برشلونه هذه اللي بغيتي دير برا اييه فهمتوا كان الكوره اللي ماركات غزالين هذا شوفوا لي لا ماركه ضرب لي البنات على الماركه شوف الماركه انا شوفي داك الحمر ديال فغي روج ديال الاحمر ديال العرس كاع اللي كيبغي بصح شي حمر هذا المناسبه بالنسبه لا سان فغي روج حمر نيت عرفتي اللي بغيتي من اللوينات الاخرين هذا هو تباع تبارك الله هما كاينين اللوينات ديالو هذا شحال داير هذا درت له 35 درهم 35 نعاودو نرجعو لي كلوس هذيك هادو هادو فيهم جميع البارفيوم اللي كيكونوا اولا النكهات النكهات مش ماشي فرنسا فنين البنات كلوس غزاله داك مش ماشي واو ريحه ريحه الفاكهه كامله 35 درهم حتى هما تما بالنسبه انت ان شاء الله الناجح ديالنا كله والافتتاح هذا هذا فيه جوج فيه الكلوس وفيه العكر ياك هذا 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 فيه جوج كتهضر بحال هما كتكلوس بدينا غير في السميات هكا هذا حتى هو الثمن ديالو جوج بواحد اه دايرين لي 30 درهم اختي 30 درهم مسكين هانتي اختي 30 درهم شوفي هادو هادو دي باك هادو لي باك واعرين هادو فيهم هاد الباك الاول هذا وكاين هاد الثاني غنبداو مع الاول هذا ديال العينين ديال الحجبان وهذا
فيه ماسكارا اييه شو ماسكارا كي وفيه ماسكارا غير الباكاج ديال غزال وفي هذا راه هذا كيتستعمل كحل وعندك حتى باش تكحلي باش تكحلي تقدري ديريه حتى كخيو هكا في العين فوق العينين شوفي وكتكحلي حتى منه وماسكارا وفي غير نوار في غير نوار حدا شو كيمشي في فهمتي دير جوج العينين الماسكارا اللي غتهزيهم بجوج ومعك القلم ديالهم وكاين هذا وكاين هذا الباكاجين هذا الحجبان فيه المارون وفيه النوار تشوف هذا راه كيتستعمل حتى هو الا بغيتي تستعمليه فيه المارون وفيه النوار هذا حتى هو الا بغيتي تستعمليه العينين شتي هاو فين شتي هادو شحال الثمنه ديالهم هذا 70 درهم هذا 60 درهم 60 درهم هذا ديال الحجبان انا دايره فيهم غير هذه اللي كنت هضرتي ليا قبل هذه غزاله هذو غزالين هذا قلم تاو هذا اللي الصراحه اللي باغي يكحل عيني شي غزاله ها انت اختي اللي باغي يكحل عيني شي كحل زبيان صراحه هذا تاو ديال برا ديال برا الواحد واحد نوريكم هاد الناس الاله العجيبه نوريهم بعدا ها انت فيه الحجبان وفيه العينين اوكي هانتوما الحجبان والعين وفيه جوج الوان المارو والكحل والكحل الحين الكحل ديالو ماشي اي كحل داك النوار هادي رخامه انا ماما كنشوفو بلاستيك سيليكون هادي رخامه كتشوفها حتى في الزديره ثقيله لا راه كتبان كاينه اللي كتكون هادي رخامه دايره فيها ثمن زوين 35 درهم فرانسك هادي ديال ديال التجاعيد ديرها غير في الثلاجه في الفريغو تبرد ودوزها هنايا تحت اوكي نعطيك فهمتي داكوغ وكاين هاد الصباغه ديال الحجبان كاع ما تحتاجي سير تصبغي اختها في دارك صافي ما بقاش مازال مشاو ماشي الصالون انت صبغي اختها في دارك هاي صباغه صباغه ولا غير صباغه 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 ديال الحجبان هادو اللي كيتكيو ديال الحجبان هذاك بوحدو لا هادي صباغه بحال اللي كتصبغي في الصالون كتصبغي بيها وتخليها شويه تنشف كتبقى وتمسحيها الله يعطيك الرضا ها هي فين هي هكذاك راه صباغه كتخلط مع الماء ديالها ليكيد بالشويته ديالها بالماء فهمت هي بالوراقه ديالها والوينات فيها الالوان ها انت عندي دابا هذه فيها هذا مارون نوار شويه ما ديش هذا المارون هذا المارون شويه هذا المارون كتبقى 25 يوم 25 يوم شفتوا البنات راه كلشي فيها هذه صباغه دار لها ثمن تقريبا 100 درهم 100 درهم البنات اذا غتمشي تصبغي ب 31 درهم هانتوما دايره شحال نقولوا الصبيغ هي هما ديال الصبيغ ديال الشعر ما حد كنهضروا على الصبايغ نبقاو ديما في الصبايغ هادو الصبيغ ديال الشعر اللي قالت لي اختي خديجه طارو كتبقى عندك من 6 شهور حتى العامين ودا عند شهر 25 يوم ما بقاتش هي شاكره راسها راسها وشوفوا لي لا ما خضر لي لا ما حيت شوفي انت هادي صباغه بيرمانونت كولور معها كلشي هادي كتشدها وكتصبغيها كتصبغها بوحديتك انت في الدار كتخوي هاد التوب هذا كتخوي الشومبان ديالها هذا الشومبان ديالها بلي تسالي هادي قبل ما ديري الصباغه كديري هاد السوال بحال بحال الزيت وكتصبغي وبلي كتسالي الصباغه من 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 الماكسيمو ديالها ساعه ديال المكانه راه كلشي عندها اللي كلشي في الورقه وكتغسلي بها الشومبان عندك الشامبان ديالك ما تقلبيش مازال على الشامبان وبالنسبه للشامبونات راه عنده واحد الشامبونات خطيره ديال الصبيغ بالنسبه للالوان فيها من الاشقر حتى من عندي فيها كاع الدرجات غير الكحل اللي بقات فيه غير بياسه ولكن راه جايب السلعه جايبها من الاسبان هادو ماشي ديال المغرب دايره لي ماشي ديال المغرب اللي التذكير هادو جايبهم من الاسبان دونك الثمن ديالها دايره لي 80 درهم ايوا 180 درهم كاين اللي كيبيعها حتى 300 درهم قال لي بالله هذا في الصالون لا لقيتها ما تلقيهاش هنا وتا تما نيت في الصالون تقدر تخدم لك ب 600 درهم باش يخدموا لك هاد السبع يلا دونك حنا يعطيك الخير بقيتي تجيبي لنا بحال زميزات وكاين هاد الشيء شوار من السشوار ولي بلاك والشامبوانات هادو كاينين عند اختي خديجه عندي هذا دار في واحد الحاجه مزيونه هذا هذا البنات هذا اللي يكون شعرك فاسق وكتسخني شي شوار راه ها هو فينا وكتركبي فيه وكتبقاي ديري هكا كديري بحال هكا وكتعطي باش كيولي كيولي بوكلي بوكلي فوالا هذا وفيه وشوف شحال فيه من واطرا فيه دونك هذا الثمن ديالو اليوم بكوت جميله بكوت جميله والله ما كاينش 350 درهم 250 درهم 250 درهم ناقصه 100 درهم البنات ليكم مرحبا الماسكارات اللي فيهم حتى هما واحد التشكيله متنوعه وكاينه اللي فيها جوج في واحد الوغ باش غنبداو خديجه ودائما الثمنات حصريين هذا منه ماسكارا منو ماسكارا تاع ديال الحجبان هذه ماشي شوفي هاتي راه قبيله درتها شوفي شوفي اختي جميله باش ما نقول ما نكونوش نكذبوا هانتي هادي كديرها بحال الشريطات بحال هكا كتشيلك على الحاجب ديالك
دونك الحجبان والشفران. الحجبان والشفران كاين هذه دايره لي 40 درهم برومو 800 درهم 60 درهم 8 غوات 60 درهم 40 درهم. هذه ماسكارا منها ماسكارا منها بينو هذه دايره لي 35 درهم. اييه شوف شوف واحد ديما هذه حتى هي ماسكارا اللي فيها الميغوار ديري فيها الميغوار هذه دايره ليها 35 درهم. هذه وهذا الشيء اللي كنهضروا عليه ديما الماركة ديال اسبان هذا ديال اسبان انا ما سميت قدام هذه حتى هي 35 درهم حتى هي ماسكارا ودائما هذا الشيء كله كيبقى 24 ساعه باش ديك الماسكارا ديريها وتدمع على عين وشات هذه حتى هي ماسكارا 35 درهم. شوفوا هاد البنات سيبيه هذه حتى هي بالمشيطه ديال الحجبان ديالها بكل شيء حتى هي 35 درهم 35 غادي نرجعوا لي كلوز هاد لي كلوز هاد الكلوز غزاله باقي لك دابا هذا درتو انا في الفن هذا غزال هذا هذه تاتك واحد لابغيونس بحال هكا تتجي فمك فن تعكري وتكسري ملعكرتي ودرتي هو الفوق وكيعطيك حتى فوليم شويه كاين ماشي فوليم بزاف مي فوليم واحد شويه دونك البنات اللي في الشتايه رقيقه تفهمتي وهذا كيعطيك فابور كيعطي الترطيب والفم كيبقى لك زوين ورطب وما يزرقش اختي الترطيب ما يزرقش كوي بعدي انا راه تقدر هو اصلا يخلي الفم ديالك غوز. هذا داري لي ثمن مخير داري لي 35 درهم 35 شوفي هاد العقور العجيبين تا هو غادي يشحن هاد وغزالين اختي هادو فيهم كاع الالوان تا هما الثمن ديالهم فهمتي هادي دايره 40 درهم 40 هذا هو اللي قلت لكم تيحمق 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 حماق هذا هو هذا هذا وارين هذا اللي 35 درهم خلاص فن في غيواد 60 درهم هذا الفم غوز وكيرطب الشفايف هذا 60 درهم ها هو خليته دابا بالثمن 35 درهم يلا من سي هذا ناقص 50% وهذا 35 درهم هذا حيت بقى فيه شويه حيت بقى فيه شويه فهمتي بقاو فيه غير هادو ما كنت انا كندوزو به ب 50 درهم يلا البنات الله يعطيك الخير الله غادي نبقاو دائما في الهميزه تاع البنات وغادي ندوزو لي فون دو تان لي فون دو تان غزالين هذا فونديشن ديال برا البنات دائما تهضروا على لا مارك ديال برا ديال لي سبان شوف البنات فون دو تان راه ولا بواحد الثمن رخيص انت بغويا البنات شنو كدير مابقاوش نتبعوا الرخا هذاك راه وجه والله العظيم باش تلعبي بوجهك هكا تضربي الشمس شي زرقتي كحال راه واخا ما ديهاش في اللبس شي من اللبس اللي لبستيها غتجي معاك ولكن الوجه الوجه هو اللي لاعب دور هادي درت ليها ثمن مخير بالتيستور ديالها اي درجه درتيها كتمشي لك مع وجهك هاد درت ليها 60 درهم والله ما قيبات بنت 24 ساعه 24 ساعه هذا لو كود كارد الحلقه هذا غزال بزاف هذا كونسيلر تقدري تخدمي به فون دو تان وتخدمي به واخا ما ديريش بودر هو راه كيفيكسي لك الوجه بمره يعني تماطي في البلاصه دغيا تيلصق ولكن زوين فيه الديغرادي ديال الالوان كامله هذا داري لي 80 درهم 1600 كاين لي فون دو تان بقى عندي داري فيهم برومو مخير دابا انا جايه من الهميزات عندي واحد الهميزه جايه بلاتي تشوفوا لي هادو شوفي هادو بياسه 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 والله العظيم صح درت ليها واحد الثمن مخير خيالي هزي اللي بغيتي 80 درهم 1600 درهم الثمن ديالو كانت شوف عندي الاصليه ياك شحال كتباع هادي راه معروفه بشحال كتباع كتباع 200 درهم القليله القليله كاع كدير 180 درهم شوفوا البنات تبقى ب 1600 درهم خذي اللي بغيتي بهضره بالك يلاه داخل دابا شوف شحال دابا دايرين ليه الناس دايرين وصلت ل 100 درهم شوفوا انا شحال دايره ليه البنات دايرين ليه 45 درهم واو وعندك حتى ليكرون ديال الشمس عندي ايكرون ديال الشمس دايره فيه برومو مخير دايرين ليهم 60 درهم هزي اللي بغيتي وعندي غير هادو الله يعطيك الصحة عندي لي كوماجاز لي كوماج واعرين هادو شوفي شوفي هذا دائما شوفوا خديجه كتعطيكم الساعه ديال برا ما ديال لوكر راه كاينه ومعروف الثمن ديالها هادو ديال هادو ديال كنوريكم ديال اسبانيا حيت شوف واخا تكون جايبه داكشي الاوريجينال ديالو مخيرين عرفتي شحال دايره لي هذا دايره لي 45 درهم 45 وشوفوا تبارك الله راه كبير يا البنات ولكن هذاك راه الجسم مر من الوجه حتى الرجلين ما تخافيش منه ما تخافيش منه وكاين هذا شوف هذا راه كاع بجميع النكهات شكون بحال داك الكلوز شحال دايره لي 35 درهم في البروموسيون البنات في ليكيداسيون راك جيتي غزال في ريحه الكرامه في كاع النكهات غزال هذا كاين هذا شوكولا اللي بغيتي هذا كل واحد الشوكولا ديال برا شوكولا كريمه في ليتا شوكولاته هذا الا بغيتي لولادك ما يبقاش عندك هذا لي 60 درهم 60 درهم في 400 ميلي وهذا حليب ديال الجسم كوكو هذا غزال هذا صراحه يعني الناس اللي كيقلبوا على السلعه ديال برا كاو كله كاكاو كله كوكو شتي كي داير وفيه الفريز وفيه تا هو النكهات كاملين تا هو الثمن ديالو ديال الاسبان هادو هذا هذا درت ليه ثمن مخير درت ليه 50 درهم 50 درهم وهذا 60 هذاك 60 شوف هذا حمقاتني هذا خطير هذا اللي باغي تنقي وجهه وباغي تبيض توحيد البشره توحيد البشره انت راه دايرين لك من جوج حتى ثلاثه انت من واحد حتى ثلاثه
كتحلي كتستعمليه بحال الصابون. ها هو فنوت خطير ديال الروز ديال الروز ديال عرفتي هذا البنات زعما يجربوا الانسان ولكن حيدي كلشي جربيه بوحدو. هذا مخير هذا ثمن خيالي دايره لي 50 درهم والله ما ماشي ثمن تبييض وتفتيح البشره وتوحيد لون البشره ديال الروز البنات اللي كلشي تيقلب عليها هو ديال لي سبان مبيضين ديال الاسنان ديال الاسنان دايرين ثمن زوين 50 درهم. المهم هاد البلاصه كلها فيها الصوت هادشي كامل اللي كذا صوني بغات شي حاجه مرحبا بها. هادي 50 درهم 30 درهم. هذا شنو هو حليب حليب ديال تيقولوا ديال الحليب حمارة. هذا ديال الصبيط. هادشي راه كنبقاو نقولوا حاجهكم دابا ملي كيتبيع الصبيط ديال المناطق الحساسه داكشي كيبيض فريمون كدهني بليه كندير في الصباح كتغسليه. هذا قلت لي 50 درهم هادي غزاله هادي بحال البوماده كدير المناطق اللي عندك هما كيحليو. هادي عندي انا بحالها كنستعملها دير لي 30 درهم غزاله هادي فيرد لوفلي الحقيقيه يعني بزاف الناس كيقلبوا عليها الفري وهاد الكريم شحال الثمن ديالها هادي 15 درهم 15 درهم وهذا غزاله الكريم هذا لاكام ديال هاد هذا كريم كيجي بالليل كديريه بالليل كيبيض هذا البشره انتما يا البنات غادي ندوزو حتى لهادو اللي كنتي وريتينا قبيله هذا ديال برا غزاله هذا البنات هذا واعر بزاف هذا قمي غير واحد قد فياسه وحده واعر هذا درت ليه برومو دار لي 60 درهم ما بقاوش منه كاع الناس قالت راه بقات غير بياسه وحده اللي ربحت تجي لا مرحبا اللي جات لا تستاهل جا الخطير الكريمات ديال هذا راجل ديال جلدوش ديال الوجه تغسلي بيه وجهك هذا الوجه وكلشي هذا ديال الوجه هذا ديال الوجه تغسلي بيه نضدي في الصباح غسلي وجهك هادو كريمات ديال اليدين هادوك غزالين وهادو ديال الرجلين هادو ديال الرجلين هذا صراحه هذا غزال قالت لي اللي داتو كتعاود ترجع تاخذ راه كان عندي في واحد الشكل اخر عاوتاني مشى ما بقاش عندي غير هادو هذا البنات قماش وما تمسحيش كتشربوا كتشربوا الرجل لا ما تغسلي من ورا صافي تسقي شراتك الصباح خلي رجلك هكا هذا اللي غزال اختي جميله راه وريتو لك شميت ريحته فنه هذا غزال فيه حبيبات شوف هذا راه ديال الجسم شوف من ديري من وجهك لتحت هذا وتنعسي وتنوضي تلقاي واحد البشره بحال ديال لي بيبي يعني البنات اللي كيقلبوا على الرطوبيه فوالا وصراحه هذا دايره ليه برومو دايره ليه 80 درهم هادي اللي دايره هذا اللي خاطر هذا خاصني نبقاو منه غير هادوك اللي عندها تجاعيد اللي عندها شي مشاكل في البشره الوجه هذا الوجه شوفوا رجلي مسكين شوفوا حتى لا مارك والثمن ديالو اليوم ثمنها وتبقاو 3 بياس دايره والله تداري لي واحد الثمن والله قلبوا على البنات في الانترنت وشوفوا باش تعرفوا اكثر هذا عوض 200 درهم 100 درهم 100 درهم ناقص 50% حق الله سي عواد 200 يلا كلشي يدير بالنسبه للحاجه اللي قلت لكم قبيله هو السلعه ديال لوكال هذه راه كاينه لوكال العقوره كيبداو تقريبا من ناس العقوره كمان 10 دراهم من 10 دراهم البنات شوفي دايره واحد الهوسه كاينه هي 5 دراهم انا كنقول لها شي ما ديريش اختي ديريش دكدكه 5 دراهم هانتوما هذا الفراجو الفراجو بالالوان كاملين 5 دراهم واحد الهوسه دايرها في هذه يلا ارنا الهوسه الناس ديال اسبان هذه المره شي اسبانيز منا شي هوسه بعد اختي راه جايبه اختي هانتي شوف اختي شوف شحال الثمن هذا لا قلت لك 40 درهم 40 درهم اللي بغيتي كاع لي باليطات كاملين شوفي هذا ديال خدود المورد ديال الشيشه شوفي هذا شحال خليته 40 درهم 40 نديرها 100 درهم زيدي الهوته عطينا الهوته 10 دراهم زيد اختي ها هو العكر اللي تحت منه وما كتجيبش البريمي البنات كيتسناو دري البريمي درهم ما عندهاش ما تجيبهاش قالت لي الحاجه اللي غتزرق لي فمها انا نجي انا كنجيب سلعه بحال هانتي برونز واو شوفي اختي هذا كيدير برونز برونزات كاع كاينين هادو شوفي عرفتي شحال دايره ليهم شحال اختي 600 درهم 30 درهم 30 درهم هانتي العكوره ها هما هادو 10 دراهم زيد هادي اللي واعرين هادو شوفي شوفي دايره في واحد برومو دايره فيهم واعر هذا العكر هذا كتحدي به وجهك ديري تحت العين كونتور منه كونتور منه كتجي ديري تحت العين هادي شحال درت ليه 30 درهم 600 دريال 600 دريال ما كاين شوف هذا العكر عجيب هذا العكر واعر هذا اليوم درت لكم الرباخه هانت هو منه عكار منو قلم هكداك هاك شتي عرفتي هذا شحال درت ليه جوج في واحد جوج في واحد هادشي قلبوا لي البنات بزاف عرفتي شحال عرفتي شحال درت ليه هذا درت ليه ثمن خيالي عواد 50 درهم درت ليه انايا 600 درهم 30 درهم 30 درهم هذا كاين فوق الفم عرفتي شحال درت ليه 20 درهم ها هو البنات الفونتو تاع عجيبه هاد الفونتو تاع ديال الحلزون هذه ماركه ديال تركيا هذه كلها ديال تركيا شوفوا البنات 30 درهم جو مرحبا بكم ها انت العكوره شوفي هذا 15 درهم هذا ما كيحيدش بانوراما اختي قيصريه بانوراما سولي على خديجه شافي يلاه حلات شوفي الماسكارا ماكياج ماسكارات واعرين كيطلعوا الفوليم ها هما داك لي 600 درهم
600 درهم. ايوا اختي اش بغيتي هادشي اللي كاين؟ شوف اختي النتاب جايبهم من الاسبان، شي حاجه زوينه دار فيهم برومو واعر. يلا دار لهم 30 درهم. شوف غير حتى شحال الزيوت، واعرين 30 درهم ب 600 ريال البنات. 30 درهم في البزيط، ما تشوفي كي دايرين كيحمقوا. شوف هما دايرين لي 40 درهم 400 ريال. شوفي هاد الباندات اللي بشوا بقى منهم غير شي حاجه اللي جات تاخذ. ها هي 20 درهم ديال 400 ريال. بانوا لي حتى واحد لي بوند هنا عندك، وهاد الفيليلات شحال ديال انا كلشي صاحبتي. شوف 10 دراهم. هذا ديال تما مغزين ديال برا ماشي ديال هنايا، ديال الاسبان. زوج ب 10 دراهم ولا واحد؟ لا انا نوريك دابا جدي واحده بكيه بكيه اللي عند البنيات انت 10 دراهم. 10 دراهم فيها زوج. وهذا هذاك فيليلات، وهذه باندات بشي كبيره بحال هكا، ها هي 10 دراهم. ها هي البنات باندا. شوفي هذه ديال الاسبان شحال غزالين. هادو تاهما شحال؟ هادو غزالين، هادو اللي مع 10 دراهم هنايا. هادو ديال ما تيمشيش تقدر تعلقيتها في الصاك راه كتمشي. هادو غزال بوينتات كيحمقوا ب 10 دراهم في البنيات. يعني كلشي تيتقدا معانا اختي. هادو ديال الاسبان هانتي شوفي شحال كيوت، هانتي فيهم كاع اللوينات. شوفي شحال دايره ليهم كبار وصغار. هادو الكبار، الكبار وصغار زوينه. عرفتي شحال؟ 8 درهم. دايره ليهم 35 درهم. ما تقلقيش. وهادي هادي اللي كتكون في لي غروند سيرفاس ديال العود. هادي راه غاليه ماتيل ديالها زوينه، درت لها 40 درهم. ما كاينش دابا، ما كاينش 60 درهم، ما كاينش 50 درهم. والصبايغ شوفوا البنات اللي بغا 5 دراهم، ما كاينش 10 دراهم، 5 دراهم. عاد 5 دراهم هما الباندات. شوفي ها انت البنات 5 دراهم، 5 دراهم. شوفوا 5 دراهم. يلا الرخام الرباخ اختي، الرخام اختي 5 دراهم اللي ما بغاتش. شوف واحد البندوه جايبه من الاسبان، شوف شحال غزالين هادو، منهم منهم فيهم شطو، منهم شطو في البندو. شوف راه الماركه ديالي هادي شحال دايره ليهم، دايره ليهم 15 درهم. هما عندي الطفيرات، شوف شحال دايره ليهم 15 درهم. اللي بغات شي حاجه البنات مرحبا المبراد. هادو تا هما من اللي هادو بغاتي ديري المشيطات وداك الشيء، فهمتي؟ المهم كاين كلشي. شي نحاول تحط الزيت ديال الكوك. هذا غزال، هذا درت لي 15 درهم. 15 درهم. هادو ديال الكيراتين 60 درهم. 60 درهم. كاين هذا القوماج ديال الوجه ديال الجسم كامل. ها هو البنات. قوماج ديال الوجه عاد درت لي 30 درهم. شوف هادو الواعر، هاد القوماجات. هادو يلاه جايبين هادو من الوظيفه داكشي دابا. شوف هادو يلاه جايباهم. عرفتي شحال درت ليهم؟ 40 درهم. هادو ديال برا؟ ديال برا 40 درهم البنات، 100 ريال. اختاري اللي بغيتي. غادي نديكم دابا لواحد الصبايغ، قالت لي خديجه بانهم تيبقاو 10 ايام البنات، يعني بحال دايره بيرمانون بلا ما تمشي للصالون لا والو، غادي تصبغي غير في دارك. ها هما شوفوا لي الالوان، شوفوا لي ان فغي بلوغوا، شوفوا لي واحد الفيوليتي حمق البوردو، شوفوا لي لارجونتي اللي كيجي هكا نقري كامل. وكاين البياض، كاين الغوز، المهم الوينات ديالها كاملين. الثمن ديالها اليوم غادي يبقى هو 20 درهم البنات. ونزيدكم اكيد نزيدكم الصباغه اللي كتبقى 9 ايام. شوفوا لي البنات الالوان كيفاش دايرين، حتى هي نفسها غادي تبقى غير 20 درهم يا البنات. لا غلا لا مسكين، وكما قلت لكم صبغي وتهناي سورتو في الفتره ديال عزكم الله في العين وداكشي كيتصبغي السيده اولا البنات، ماشي مشكل. السيده اللي كتصلي راه ديرها في ديك لا بيريود، ما تخافي منها حتى حاجه، تسالي وحيديها. بالنسبه للشفران قالت لي جابت لكم واحد البرومو زوينه، الشفران اللي كيمشي وحده وحده. كاين هذا الشكل، هذوك كلهم ديال برا. ايه هادو وكاين هادو، هادو شعره شعره. وكاين هاد الماركه الثمن ديالهم هادو. شوفي هادو كي دايرين، هادو 80 درهم وهادو 30 درهم 600. ما كديرش لي لونتي، هادو عندي لي لونتي، كاين لي لونتي، كلشي عندي، كلشي كاين. شوفي هادي ديال الشينتي شي حاجه مرحبا، كلشي عندي. عندها دي زاكسسوار غزالين، هادو كلهم جابتهم البنات من برا كلهم. شوفي هذه راه كنقول لك ديال الصالون، وعندها الحجم ديالها ديال برا خطيره. هادو تيجيبهم ديال برا، هادي بالنسبه للناس لي بلاك واعرين البنات. كاينه اللي كتبوك لي شعر، وكاينه هادو الصام. هادو كيخدموا بهم الصالونات. الصالونات هادي شوفي الحجم ديالها قداش، اللي كيبغي يخدموا، اللي كيبغي يخدموا بحال هكاك بروتيين صح، هادي كتمشي معاهم. كاين هادي، كاين هادي اللي كتبوك لي شعر، هادو دايره فيهم واحد الثمن البنات، ما تلقاي حتى بلاصه. 180 درهم، 180 ما بقاش. والله ما كاين حتى البنات اللي عندهم صالونات بغاو يتقداو عندها، راه غتزيد دير معكم الثمن. هادو هادي ديال الدفران، بالنسبه للي باغا تهلا في الصفارات زوينه ديال معاك تخرجي معاك. انا عندي كاع ما تمشي كاع الصالون، كلشي عندي حنايا. واختي ملي عندك تنفخي ديري كلاصاج وصباغه بيرمانون والدفران. مازال عندي ان شاء الله. هادي غزاله، هادي شحال درت ليها؟
الثمن لا يعقل، 100 درهم 100 درهم البنات. شوف هذه هانتي الاصليه، هانتي شوف هذا كاين، هذه هانتي ديال هنا ها هي عندي وحده ديال المغرب وهذه ديال الاسبان. يلا تحيدي الديفيرتي. شوفي ما كتوحدش هذه، لا 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 بصح ما كتحسيش بها، ما تحسيش بها بحال ما دايره حتى حاجه. انا كنخاف منها. شوفي هذه دايره لها 150 درهم ديال برا، هذه دايره لها 100 درهم، دونك اللوكال 100 درهم وديال برا 150 درهم. دائما تنشجع لها. انت شوفي حاجه ديال هذه ديال الاسبان حتى هي، ديال لي سبان حتى هي دايره ليها هذه دوفي. اه حتى هي كلشي، هذيك كتحيد لك داك الرؤوس السوداء سوداء. اه داك تحيد من الوجه. هاي شوف شحال فيها من راس، ثلاثه الرؤوس. هذه جايبه ديال لي سبان، واش كتعرفوني بريس؟ هذه دايره لها حتى هي في الثمن 150 درهم. قبل ما ندوزو الريحه بغيت نشوفو الحلقات ومن بعد نشوفو الشامبوان. الحلقات شحال درنا لهم الثمن؟ الحلقات داير لهم كلهم 20 درهم. 20 درهم البنات راهم كيحمق، راه ما كاينش شي تويشيات. وهذه غديرها غير بوحدك يعني حتى وحده. شوفوا هذو شحال كيحمقوا، هذو راه رومي وكيوت كيوت. شوفي كي دايرين. شوفوا البنات الالوان كامله، لي كولور اللي ما شي حاجه عطيني زبال. هذو فيهم الدوري ولا جونتي، هذو زعما لي ما وريتهمش لك. هادي تما صبيغ، صبيغ هكا شي عروسه شي بنت فشي كادو شي حاجه. هادي شحال دايره لهم؟ هذا شحال داير لهم؟ 30 درهم اختي، 30 درهم لا بياس. اللي بغات شي حاجه مرحبا. غادي ندوزو حتى مع لي شامبو البنات اللي ما فيهم واحد الثمن خيالي كبيدات. لي شامبو فيهم ثمن زوين. انا غادي نوريكم، كاين السلعه دائما لوكال كاين السلعه ديال برا، ولكن هذا خديجه كانت مشات للصالون وخداته ب 300 درهم. داكشي قالت لي قررت انني غادي نجيبو. هذا بروتين الشعر تيدير شي حاجه خطيره. الثمن ديالو غادي يبقى شحال قلنا؟ 100 180 درهم. 180 درهم عوض 300 درهم. انا غادي نهبط لكم ونوريه لكم ونخلي الناس يتقدم. مرحبا. شوفوا يا البنات، شوفي شوفي اختي، هذا من نسوان ديال الشعر، يعني الناس اللي عندهم تقصف في الشعر بزاف. وهذا حتى هو قالت لي هذا خطير بزاف بزاف. هذا راه كان عنده هذا بحال كان يدير جوج في واحد، يعني تيرطب الزغبه اللي مضره بزاف وميم طون دير بحال هذا ديميلو في جوج شامبون ديميلو. وهذا قالت لي واعر بزاف بزاف، يعني بشهاده هي ديجا جربته. شوفوا البنات كيفاش كيخلي الشعر في شامبون في بروتيين. هذا اللي استعملته مره، عمرك ما بقات ديري شي شامبون اخر من غيره. وامام طون البنات راه معاها كلشي ديال البنات. هادي كتشدها وكديرها في الشامبان. كديرها في الشامبان وكتغزل بهذا بلا ما ديري لا سوا لا والو. لا والو، منو سوا ومنو بروتيين ومنو كلشي. وغيبقى لك يعني هذا ديري انت والعائله ديالك كامله. العام هذا والله العظيم غيبقى لك. والله ما نكذب عليك هذا واعر. خطيره البنات وماركه ما كايناش في المغرب نهائيا. ماركه قليله. وتبارك الله. شوفي ها انت شوفي بعد شوفي قبل وبعد. وحتى هذا اللي قلتي لي هذا غزال، هذا ديال الاسبان واحد في جوج. هذا اللي شعره مهلوك بالسبيغ. قلتها لهم. وشعره اللي مسخسخ فغيمون مسخسخ بالسبيغ دير هذا وتفكرني لي. انا راه شعري هو اللي كنديرو لي. قلتي لي هذا غزال، هذا والله تداري لي واحد الثمن خيالي 80 درهم. والله ما ديال هذه عوض 150 درهم 80 درهم، وما تلقايش هذا هنا في المغرب. والشامبونات كامله دات لهم نفس الثمن، الشامبون وديبيلو. الشامبون ديميلو 80 والشامبون 80. عرفتي هادو كيرجعوا الشعر حريق. لاقام بجوج ب 160 درهم عوض غتاخذي واحد باكثر من داك الثمن. بصح شوفي راه فيهم لي كولور. كاين هذا دابا البنات مع لي بارفان وعالم الروايح البنات وما لا يعشق فينا الروايح ديال الاسبان كاملين. دونك كاين اللوكال دائما كنقول لكم، وكاين حنا غنوريكم لا ديفيرونس بين هذا وهذا، وكاين حتى العطور الشرقيه. مرحبا بكم. الوغ الثمن اليوم شوفوا لي هذه غزال، عشير الريحه ديالها كيوت مونساك تتحمق. غزاله هذه الريحه ديالها دايله مية. هذه خطيره. شوفي 180 درهم والله ما 150 درهم والله ما الثمن ديالها. الا كلشي 150 الا هذه 180. هذه 180 هذو كاملين اللي كتشوفوا عندي رجال وعيالات نساء ورجال عندي كلشي 150 درهم. الرجال واعرين عندي اللي بغيتي 150 درهم. كتشوفي في البلاصه كتشم واحد الريحه كتحمق. 150 درهم. شوفوا البنات كلشي كاين عندي الرجال كلها الشرقيه عندي اللي بغيتي. المهم هادو اللي كنقول لكم دابا كاملين راه الرويح غزالين كاملين ديال برا طور الشرقيه. هادي الاصليه جايباها من بلاصتها. هادي بقات منا غير وحده. امير العرب كلشي اللي كيعرف الذوق اللي كيعرف الاصل. صح هادي شحال كتبقى الثمن ديالها؟ هادي دايره 250 درهم. 250 واللوكال راه كاينه كتكون انت 150 ولا. المهم هنا العطور كلهم هادو كلهم تاهما ديال برا ديال الاسبان. اللي غادي نوريكم اكثر هو هذا ديال الجسم، هذا سبراي خطير. كاين هذا وكاين لوكال. لوكال 70 درهم وهذا 80 درهم. ولكن راه حتى الريحه ديالو نشم واحد البلاصه والله دابا شي ساعتين وهي باقا والله حتى غتبقى ما تحيدش. خطير هذا عرفتي الا رشيتو البنات يبقى في الحلم كامل. هذا داير فيه برومو غزال. هذا داير لي 60 درهم.
60 درهم هذا باك كاين رجال وكاين عيالات هذه عيالات وكاين خلاص هادو العاديين راه كاينين كاينين حتى لي لونيت نضيدرات اللي تيجيو خطيرين هادو تما نضيدرات هادو كلهم جيو من برا هادو كلهم ديال برا كلهم هادو ديال الاسبان البنات ثمن واحد شوفوا لي هاد لي ستراس هاكا هاد الموديل يلاه داخل باقي ما دخلش حنا للمغرب شوفوا البنات مازال ما دخلش للمغرب شوف هذا بحال ديك الماركه العالميه ولكن ما فيهمش لا مارك اللي ما كيبغيش تيقول لك اختي ما ناخذش ديك راكم عارفين شكون تشوف ديك دي دورو كاع اللي بجميع النكهات ديال الرويح هادو فيهم كاع اللي بغيتي وهذا سبراي ديال الشعر وديريه حتى الجسم داكو هادو الثمن ديالهم شحال هادو داير عليهم 50 درهم 50 درهم بحال دابا هادي عندها الريحه ديال حنايا هادو كاملين ديال برا غادي ننتقل مباشره لي ساك كاين هادو ديال هذا ساك مكياج ولا بوشيط مكياج فين تجمعي اختي داكشي اللي تقديتي من عندنا واحد تقد اللي تقدات من عندك وخدات الساك غيبقى لها غير غدا غيبقى لها غير شوفي الا تقدات من عندي غنخليها ب 40 درهم غيبقى ب 40 درهم والا خديتي بوحدها يبقى ب 50 درهم وهي كتبيعهم ب 80 درهم باش نكونوا فاهمين فيهم الطوغي فتقدر تهزيتها للزنقه مزيان تقدر تقدر تهزيتها هكا فن فن بوشيطه مزيانه شوفي الخضيره شوفي لاجونتي شوفي البيض والنوار شوفي هاد الشكل كي داير كاين هذا اللي فيه هذا هادو كندوزهم ب 60 درهم ولا تقدا شي حاجه كنخلي الولد تقدا من عندي وتقدا شي حاجه نخليه لي ب 50 درهم 50 درهم دائما ناقص 10 درهم دائما ناقص 10 درهم خذي اختي الهوته وخذي معك ساك المكياج هادو دي بوشيط واعرين شوفي شحال فيهم تاع الجيوبا ديال الاسبان هادو كاين هذا في النوار وكاين فلورونس كاع عندي فيهم كاع اللوينات فيهم الالوان كلهم شوفوا لي المارون الغوز الثمن ديالهم اليوم غيبقى 100 درهم 100 درهم البنات وماشي 150 درهم غادي تاخذي ب 80 درهم مثلا البلاد ولكن هادو عاوتاني لا شوف راه من السلطه ديالو من الشكي ديالو عاطي عندك ولكن حمقني بصراحه هنا هاتك حمقوني هاد البنات كتبيعهم خديجه ب 250 درهم ليكم نتوما حتى هو غتهزي بوحدك يعني اللي شراته غتعرف وحدك هذا راه عندهم لي بوندولير ديالهم عندهم كلشي هذا هانتي شوفي النوار كي داير قلبيها خديجه صوري شوف 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 الموديل كي داير تيحمق 250 درهم غيبقى لهم ب 180 درهم للمتابعين ديالي يلا اللي جات دير بحال هادشي اللي بقى فيهم البنات اللي بغات تبيع وتشري مرحبا بها انت اختي خودي وبيعي ب 250 درهم عندي حتى اللي باش كتبيع ديال البنات العريسات وداكشي داير فيهم ثمن واعر روعه شوفي اختي تقدر دايره فيهم هذاك الرجال ولا السلطان ولا لا 180 درهم ودي العيالات 180 اللي بغيتي 180 اللي بغيتي يجي مرحبا بك عندي لونسومبل بزاف ديال البياسات وكاينين هاد الملابس الداخليه ابتداء من اش تقريبا من 15 درهم شنو ولي 15 درهم انت 15 درهم هذا 15 درهم هذاك 15 درهم كناخذو حنا داك العاديين 16 درهم ولا شوفوا كاينين هادو وهادو قطن 100 عرفتي فكرتيني الناس بزاف تيقلبوا على هاد لا ماتيغ المزيانه عندي القطن داك المزيان هذا القطن هذا ديال برا ديال برا شوفوا البنات اللي كتقلب على السلعه ديال برا هذا راه قطن عرفتي الملابس الداخليه والله ما كنلقاو شي حاجه واعره كنلقاو غير عادي كديرين 5-300 درهم هذا اللي 30 درهم ديال كوتشي وكاينين هاد لي زونسومبل تاهما دار لكم فيهم واحد ليكيداسيون غزاله اونسومبل كانوا كله باردون طونتيل ديري 70 درهم 1400 ريال وهذا وهذا داير ليه 100 درهم 100 درهم لا العروسه قلبي ليا نشوف يا اختي ويا اختي تفركاسي كما تحبين هادي ديال لي ولي سوتيان بوحدهم غيبقاو هادو 35 درهم 35 هادو ماشي ديال هنا كنوريك حاجه راه ماشي ديال هنا عارفه شوفي غير من هنايا كي دايرين شوفي حتى من داك اللي تصبحي الساعه راه خصنا حنا كناخذو في البال ب 30 درهم تركا وكاين عندها حتى واحد هادو السميطات ديال ماركه زوينين والثمن ديالهم غير 100 درهم هاد السميطات ياك 100 قلتي لي لا دايرين لهم دار لهم برومو كنت كنبيعهم 100 درهم درت لهم برومو 70 درهم 70 درهم شوفي لي البنات ها هما شفتهم وعندها واحد لي زونسومبل خطيرين غتلبسيهم عاوتاني غير بوحدك ملي تنقول بوحدك راه بوحدك كاين هذا هذا هو لا جوب ديالو كاين بالسروال هذا بلا سنطا بيان سور سنطا قلنا سنطا ديال بوحدها قلنا الثمن ديالها بوحدها لا جوب دونك كاين هذا بالسروال وكاين هذا بالجيبا لي طاي دائما ستوندار نشد معاك شفتي هانتوما البنات شتو هذا كيتلبس قصير هكا ولا جيب ديالو كتجي فنه شوف بالفريفيس هذه دايره ليهم معوض 3400 درهم هذا ناقصه 100 درهم في لابياس ولكن هذا الشيء اللي كاين عرفتي بقاو منه غير جوج بياسات هذا بقاو جوج وهذا بقات غير بياسه بقات بياسه 300 درهم 300 درهم وعندنا كذلك لاكيت
وعندنا لاكين، ها هي هذه لاكين واعره كتقاد الفورما اختي، شوفي كي كتقاد الفورما كتطلع داكشي وكاينه هذه، كاينه هذه راه كتجمع لك الكرش وكندوي لك انا على الماركه مزيانه البروميير، ما كندويش لك على الدوزيام ولا داكشي ديال لبس وقطع من هنايا ودير داكشي، صح انا ما عنديش داكشي، انا هذا دائما السلعه ديال برا، هذا السلعه ديال برا الناس غادي تحك تبقى وشوفوا لا ماتير باش مخدومه مزيان، والله العظيم خليتها لي 120 درهم، هادو كيبقاو ب 120 ولاكين لاكين خليتها لي 140 درهم 140 عوض 200 درهم الله كتبي انا ماما ب 200 ايوا زين خطيك تبارك الله عليك ما شاء الله كلشي زوين، وان شاء الله قريبا جدا غادي تدخل واحد السلعه للناس كتحمق، فمرحبا بكم معايا كاملين عند اختي خديجه شوب، اكيد مازال كاين بزاف ومازال كاينين الهميزات وكاينين الهوتات، غير اجي وشرفونا وان شاء الله ما يكون غير خاطركم. كما قالت لي خديجه قلت لي ما كنبغيش نجيب داك الشيء زعما الرخيص، لان هي اصلا كتعشق الحاجه الزوينه وكتبغي تجيب للكليان زوين، قلت لي انا كنشري تقدام راسها، ولكن شي واحد كيشد يشد البابور ويدي طوموبيل تو وتمشي تقداي كتقداي فرحانه بواحد الحب لهذوك الناس، قلت لي انا كنبغي انتي كتعشقي هذه الخدمه، كان انا كنعشق هذه الخدمه وكنبغيت الانسان اللي يدي من عندي واحد الحاجه بصح ماشي يدي من عندي غير مره يعاود يدي مكليان دائما يدي، فهمتي؟ لا لا يخطيك هو، مرحبا بكم يا ربي امين، مرحبا بكم البنات اللي بغات شي حاجه تواصل مع خديجه الرقم ديالها دائما كاين في اعلى الفيديو، ومرحبا بالبنات كاملين، اليوم درنا لكم ابتداء من 5 دراهم غير باش نولفوكم المحل، وان شاء الله من بعد غنجيب لكم سلعه وثاني طوب شي حاجه اللي كتشوفوها ان شاء الله اللي كتشوفوا في الانترنت ان شاء الله، اللي اختك خديجه داكشي كتشوفوا في الانترنت في تيك توك باثمنه خياليه واثمنه غاليه، اليوم عند اختي خديجه بثمن رخيص، جيبني السلعه غادي نتهلا فيها ان شاء الله، ايوا اختي بغيتو الله يحفظك خديجه اختي وتنتهي ان شاء الله بالتيسير والرزق وفي ما دخلنا يدخل الصحه والسلامه والرزق يا ربي، ونختم معكم حلقه اليوم على اثر اللقاء بكم ان شاء الله في حلقه جديده خير كلام لي، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سوداكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ما تنساوش دائما ميمور ميمون دغوسيون ماشين كنحماق عليكم، تبقاو على خير، السلام عليكم باي.